السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أبنائي الأعزاء طلاب الصف الأول الإعدادي. إن شاء الله النهارده هناخد درس جديد في التاريخ وبيسمى بعصر بناة الأهرامات وهو عصر الدولة القديمة. إن شاء الله خلال الدرس في نهايته هنكون قدرنا نحدد ايه المقصود بعصر بناة الأهرامات ونقارن بين ملوك الدولة القديمة من حيث أعمالها ومدة الحكم بتاعها ونستخلص النتائج المترتبة على انهيار الدولة القديمة كمان هنقدر نفسر أسباب اهتمام المصري القديم ببناء الأهرامات وهنقدر ندرس تاريخ أجدادنا المصريين القدماء ونشوف عظمة التاريخ وما توصلوا إليه من تقدم إيه هو بقى عصر الدولة القديمة؟ جه مؤرخ مصري قديم اسمه مانيتون قسم التاريخ المصري القديم ل 30 اسره. الاسرات بتبقى فيها كذا فرعون. في فقسم العصور كمان لعصر دوله قديمه ودوله وسطى ودوله حديثه. عصر الدوله القديمه بيشمل الاسرات من الثلاثه الى السته. طيب امال فين يميس الاسره الاولى والثانيه؟ لو تفتكروا في درسنا السابق قلنا ان العصر العتيق لما مينا وحد المملكتين او القطرين كون الاسرة الاولى فسمي بالعصر العتيق الذي يشمل الاسرتين الاولى والثانية عصر الدولة القديمة بيسمى بعصر بنات الاهرامات يا ترى ليه سموه عصر بنات الاهرامات هنقول لان لأ ملوكها اهتموا في هذا العصر بتشييد الاهرامات الضخمه الاهرامات دي امتدت من اقليم الفيوم جنوبا حتى الجيزه شمالا طيب هي ايه الاهرامات دي اصلا عباره عن ايه هي المقابر اللي كان بيدفن فيها الموتى طيب هو ليه المصريين القدماء اهتموا بتشييد هذه الاهرامات لان المصريين القدماء كانوا بيعتقدوا في البعث والخلود يعني ايه بعث وخلود قالك ان احنا لما... ان هما لما هيموتوا هيقوموا يعيشوا تاني هيعيشوا حياة أبدية لذلك عملوا المقابر دي وتكون محصنة علشان يتحط فيها جثث موتاهم لكي توضع فيها جثث موتاهم بعد تحنيطها طب يعني ايه تحنيط تحنيط يعني حفظ جثث الموت سليما بعد الموت وده لحد دلوقتي العلماء ما توصلوش لسر من اسرار مواد التحنيط طيب ليه كانوا بيعملوا كده؟ قال كانت الاهرامات دي بيزودوها بالطعام والاساس والشراب على اساس ان الميت لما يقوم يعيش تاني يستخدم الاشياء دي كلها. كمان نقشوا على جدرانها رسوم ومناطق ومناظر عشان تدخل الفرحه والسرور على المتوفي. عشان كده عصر الدوله القديمه سمي بعصر مناة الاهرامات. اتميز عصر الدولة القديمة بالرخاء والاستقرار والنشاط الفكري والتشييد والبناء. تيجوا بينا نشوف أشهر ملوك الدولة القديمة وأهم أعمالهم. بناخد يا ولاد أشهر الملوك يعني مش شرط إن نكون بناخد الملوك بالترتيب، لأ. طيب أول ملك هناخده معانا زوسر، سنفرو، خوفو، خفرع، منكورع، أسر كاف وبيبي الثاني. تعالوا بينا نمسك ملك ملك باهم اعماله الملك زوسر الملك زوسر هو مؤسس الاسره الثالثه احنا عندنا عصر الدوله القديمه بيبدا من الاسره الثالثه للسته فزوسر مؤسس الاسره الثالثه زوسر شيد الهرم المدرج بسقاره يعني ايه مدرج ودي اتسمى بالمدرج بما تفسر تسميه هرم سقاره بالهرم المدرج مدرج يعني مدرجات اللي هو السلم يعني ليه قال لك لان هو مكون من ست مصاطب على شكل مدرج فوق بعضها علشان كده اتسمى بايه بالهرم المدرج بيرجع الفضل في تغيير شكل عماره المقبره او في اسلوب العماره للمقابر الملكيه لوزيره ايموحوتو لان هو اللي اقترح عليه ان يغير في شكل عماره المقبره المقابر في البدايه كانت حفره بعد كده بقت مصطبة وبعد كده هرم مدرج بعد كده بقت الهرم بقى الكامل بصورته الكامل فمين اللي اشار على زوسر بان هو يغير في عماره المقابر الملكيه وزيره اي طيب يبقى تاني الملك زوسر مؤسس الاسره الثالثه شيد الهرم المدرج بسقاره اول من غير في اسلوب العماره للمقابر الملكيه وبيرجع الفضل لوزيره ايمو حطب في تغيير عمارة المقابر. تاني ملك معانا هو الملك سنفرو الملك سنفرو مؤسس الأسرة الرابعة. تميزت البلاد في عهد الملك سنفرو بالاستقرار والعدالة. حتى المصريين حبوه من حبهم فيه أطلقوا عليه الملك المحسن المحبوب. يبقى ليه اطلق على سنفر الملك المحسن المحبوب لان احبه المصريون لان عهده كان عهد استقرار وعداله. كمان الملك سنفرو شيد هرمين ليه في دهشور، دهشور في الفيوم. يعني على بعد كيلومترات من سقاره اللي هي في الجيزه. طيب ايه كمان؟ سنفرو اهتم بشؤون مصر مش الداخليه بس، لا الخارجيه كمان. إزاي بقى عمل إيه أمن أم حدود مصر الجنوبية والشرقية من الجنوب ومن الشرق. كمان اهتم إنه يستخرج المعادن زي النحاس والفيروز. طب جاب النحاس والفيروز منين؟ من سينا شبه جزيرة سيناء. اعتنى كمان بالتجارة الخارجية فعشان يبقى فيه تجارة خارجية لازم يبقى فيه سفن فشيد السفن. وبقى يبعت أسطول لبلاد فينيقيا. فين بلاد فينيقيا دي؟ بلاد فينيقيا هي سوريا ولبنان حاليا طيب ليه كان بيبعت البعثات دي لبلاد فينيقيا لجلب خشب الأرز؟ طبعا احنا عارفين إن لبنان مشهورة بالخشب الأرز حتى الشجرة اللي على العلم هي دي شجرة الأرز اللي بناخد منها خشبها يبقى الملك سنفرو حكم البلاد 24 عام وعهده تميز بالاستقرار والعدالة آه لذلك أحب المصريين وأطلقوا عليه الملك المحسن المحبوب شيد هرمين في دهشور اهتم بشؤون مصر الداخلية والخارجية فأمن حدودها الجنوبية والشرقية اهتم باستخراج المعادن نحاس وفيروز من سيناء اعتنى بالتجارة الخارجية فشيد السفن وأرسل أسطول لبلاد فينيقيا لجلب خشب الأرض ثالث أشهر ملوك الدولة القديمة هو الملك خوفو. الملك خوفو يا ولاد هو ابن الملك سنفرو. يعني مين بابا سنفرو؟ الملك خوفو أشهر ملوك الأسرة الرابعة. طبعا خوفو احنا عارفين ان هو صاحب الهرم الاكبر والهرم الاكبر بس هو احد عجائب الدنيا السبع مش الثلاث اهرامات الهرم الاكبر بس طيب ليه الهرم الاكبر احد عجائب الدنيا لاني عه... لاني اتميز الهرم ببراعته ببراعه الهندسه بتاعته وضخامه حجمه شيد الهرم ده على مساحه 13 فدان كان ارتفاعه 146 متر لكن بعوامل الزمن بقى ارتفاعه حوالي 138 متر يبقى ارتفاعه كام 146 متر وبعوامل الزمن ارتفاعه بقى 138 متر يبقى خوفو صاحب الهرم الاكبر تاني ملك معانا الملك خفرع خفرع ابن الملك خوفو يبقى خوفو ابن مين سنفرو والملك خفرع ابن مين الملك خوفو اهم اعمال الملك خفرع ان شيد الهرم الاوسط اللي صممه المهندسون على نفس نمط ابي خوفو يعني هرم خفرع مصمم على نفس نمط خوفو فجرت ارتفاعه 143 متر كمان مش بس كده صفرع أمر بنحت تمثال أبو الهول اللي كان طوله أكتر من سبعه متر وارتفاعه حوالي 20 متر وعمل راس رأس إنسان وجسمه جسم أسد ده مش من فرق يعني مش محض الصدفة لأ هو قصدها ليه؟ قالك علشان رأس الإنسان تدل على الحكمة والذكاء وجسم الأسد يدل على الشجاعة والقوة فبيرمز للمصري القديم إنه شجاع وقوي وفي نفس الوقت ذكي وعنده حكمة. من ملوك العصر الدولة القديمة هو الملك منقورة. ملك منقورة هو شيد الهرم الأصغر اللي بيبلغ ارتفاعه 66 متر. منقورة ابن الملك خفرة. طيب كان عهد منقورة أكثر حرية من أبيه وجده، من أبيه وجده؟ أبيه اللي هو خفرة وجده هو خوفه علشان الشعب الشعبي كان في عهده بيمارس شعائر الشع... الشعائر بتاعته الدينيه بحريه هما دايما احنا عارفين ان بيعتبروا بيعتبروا الفرعون ابن الاله فطبعا بيبقى الاله اللي بيعبده الفرعون هو السائد او المخصص للعباده فمن لا كان في حرية كل واحد الإله بتاعه يمارس شعائر الدين... شعائره الدينية بحرية عشان كده كان عهده اكثر حريه الى ان بدا يزيد نفوذ كهنه الاله رع، كهنه هم المسؤول على المعبد اللي بيعبدوا فيه الالهه. كهنه الاله رع في هليوبلس في اواخر عهد الاسره الرابعه بدا يزيد نفوذهم. طب ايه اللي حصل؟ بداوا يتدخلوا في شؤون الحكم لحد ما قدروا ان هم يسقطوا الاسره الرابعه خالص. طب مين اللي تولى الحكم؟ كبير الكهنة. مين كبير الكهنة بتاعتهم؟ الملك أوثر كيف. الملك أوسر كيف هو كبير كهنة الإله راع، الإله راع هو الشمس. أطلق على نفسه ابن الإله راع. قام بتنشيد مسلات ضخمة، مسلات عمود كبير مرسوم عليه بالكتابات الهيروغليفية. عمل معابد الشمس في أبا صير ومعابد الشمس طبعا هي معابد مكشوفة لأن هم بيعبدوا الشمس فيبقى منهم الشمس <applause> بقى البلد في عصر بناية الأهرامات متماسكة لحد فترة طويلة إلى أن بدأ يدب بها فيها الضعف بص يا ولد ضعف أي دولة بيبقى بسبب ضعف الحاكم أو الملك وناس و... تانية بتتخانق على مين يمسك الحكم. فأول سبب ضعف هيبة الملوك. تاني سبب ازدياد نفوذ حكام الأقاليم، كل واحد بدأ يزيد نفوذه يبقى عايز ياخد الحكم. يبقى بما تفسر ضعف وانهيار الدولة القديمة، واحد ضعف هيبة الملوك، اتنين ازدياد نفوذ حكام الأقاليم، تلاتة تفكك وحدة البلاد اني ما بقتش إيد واحدة تفككت. كمان انهارت سلطه الحكومه المركزيه خاصه اواخر عهد الملك بيبي الثاني والملك بيبي الثاني هو احد ملوك الاسره السادسة يبقى ضعفت وانهارت الدوله القديمه بسبب ضعف هيبه الملوك ازدياد نفوس حكام الاقاليم تفكك وحده البلاد انهيار سلطه الحكومه المركزيه خاصه اواخر عهد الملك بيبي الثاني بسقوط الاسره السادسة بكده انتهى عصر الدوله القديم جه بقى عصر اسمه عصر الاضمحلال يعني ايه عصر الادمحلال؟ الادمحلال دي حاله الضعف اللي بتسود بعض الدول اللي بتبقى منتشره بعض الدول في فترات تاريخيه معينه بعد ما سقطت الدوله القديمه سادت حاله الضعف دي وتعرضت لهجمات خارجيه زي هجمات الاسيويين وطبعا نتج نتج عن تعرض الهجمات دي انها احتلت بعض الاجزاء استمر الضعف ده في عهد الاسرتين التسعة والعشر هو ما عادش كتير ليه؟ قالك لاني ظهرت اسرة من اهناسيا اسرة قوية فين اهناسيا دي في محافظة بني سويف قدرت ان هي تضرت الغزاة اللي هم من الغزاة يا ولاد الاسيويين برافو عليكم بس أسرة إهناسيا ما استمرتش ليه بقى؟ قالك لك لأن قدر حكام طيبة إن هم يسكتوا الأسرة العشرة ويعيدوا وحدة البلاد. طيب ممكن نعيد تاني؟ نعيد تاني. استمر ضعف البلاد في عهد الأسرتين السابعة والثامنة. طب تمام. ظهرت بقى أسرة قوية في إهناسيا، قلنا دي من بني سويف. قدرت الأسرة دي انها تضرد الغزاة الاسيويين اللي احتلوا بعض الاجزاء وأعادوا استقرار البلاد طيب تمام ايه تاني عملوه قال لك اسسوا كمان الاسرتين التسعة والعشرة والعشرة وتميزوا الاسرتين التسعة والعشرة بان في ازدهار ورخاء بس الاسر ما فضلتش طويلا ليه بقى قال لك لان جم حكام طيبه اللي هي الاقصر حاليا اسقطوا الاسره العاشره واعادوا الوحدة الوطنية للبلاد تاني بسقوط الأسرة العاشرة بدأ عصر جديد وهو عصر الدولة الوسطى يبقى احنا اتكلمنا عن عصر الدولة القديمة اللي بيشمل الأسرات من الثالثة للستة خدنا أشهر ملوكهم بأهم أعمالهم وعصر الإضمحلال اللي بيشمل الأسرة من السبعة إلى العاشرة وبسقوط الأسرة العاشرة بدأت عصر دولة جديدة وهي عصر الدولة الوسطى دايما دا لو دولة قامت بتقوم على انقاض الدوله اللي قبلها بكده احنا خلصنا درسنا النهارده انا مش هدي تدريبات النهارده هيبقى ان شاء الله المره القادمه هيبقى تدريبات الدرسين مع بعض عشان عايزه الخبطكم شويه في الى من تنسب الاعمال بتمنى لكم التوفيق والنجاح مع تحياتي استاذه شيماء مجدي